خبر عاجل منذ قليل، حريق مبنى وزارة الصحة وسط بغداد، حريق في مستشفى مدينة الطب. الدفاع المدني تخلي مدينة الطب من المرضى والكوادر الطبية. حتى الآن لا يوجد خسائر بشرية والحمد لله، ربنا يسترها. سبب الحريق هو تماس كهربائي في الطابق الرابع. الحماية المدنية تقوم الآن بإطفاء الحريق بردا وسلاما. اللهم حافظ على شعب العراق الغالي الحبيب، ولا تصيبوا بأي مكروه يا رب العالمين.